بصور ثامن مرة أنا معك، صاروا 8 أجمع. اليوم رجعت بمعلومة برجع بوصفة. المعلومة بتقول طلعت قدامي أنا وعم بعمل الريسيرش تبعولي عن الأشياء الطبيعية، استغربتها بس حبيت أني أجربها وجربتها على 2 من زبوناتي، وعن جد لقيت فعاليتها كتير حلوة وما قدرت ما شاركهم فيها. بعد الصبغة يعني النهار اللي بنصبغ بنفوح الشعر كتير منيح من الصبغة، ومنحط لبن على الشعر، كوب لبن بنحطه ونتركه مجموع ربع ساعة. بعد ربع ساعة بنشطفه كتير منيح بمي وبنعمل له زوم شامبوان خفيف مع نتفة كريم على طرف الشعر. شوفوا شو حيصير وادعولي بالخير. أكيد بصير الشعر في لمعية، لون الصبغة ما بيبهت على الحمام، وبتحسوا الشعر مرتاح ما كأنه مصبوغ، وجربتها وعن جد جابت نتيجة. ناطركن تجربوها وتحطولي كومنت انكم جربتو. اما وصفتي لليوم، وصفتي هي موزه مع قشرتها، بنحط معها ملعقتين زيت زيتون وملعقه زيت اللوز، وبنخفقن كتير منيح، بنحطن على الشعر، بنغطي الشعر كلياته بمنشفه سخنه، وبنتركن منقوعين بين 20 و30 دقيقه. لما بدنا نشيلهم منشيلهم بس بمي، وإذا حسينا إنه شعرنا ملبد وما فينا نظهر فيه منتركهم ليلة كاملة منشيلين بس بالمي، وتاني يوم بنعمل شامبوان. لكل اللي عم يبعتولي دي ام وعم بيشاركوني بالوصفات الطبيعية، الأشياء اللي عم بقدر رد عليها دغري عم برد عليها، بس في أشياء يمكن بعد ما رديت عليها لأن عم بعمل حلقات منها، لأنه هالقد حسيتهم فعالين لما عملت ريسيرش عنهم. ضلكن شاركوني بالكومنتس والدي آب، وخدوا وصفات جديدة وخدوا شعر كله حيوية. بشوفكن جمعة الجمعة.